انت زعلان من السيسي في حاجة؟ لا نفسك حاجة مثلا كان نفسك السيسي يعملها وما عملهاش؟ لا، كل حاجة عملها السيسي، عمل لي كل حاجة، عمل لك ايه مثلا؟ جاب القطر وعمل المتر، عمل كل حاجة، وعمل لك مشروع قناة السويس، وعمل لنا المترو، وعمل لنا القطر. في حاجة مزعلاك من السيسي؟ لا أبدا، مفيش حاجة نور مزعلاك. عيني يا حبيبي ونعم بالله، هتعيله كل لحظة والله، كل قلبي، ربنا يبعد عنه كل سوء يا رب. ونفسك هو يعمل لك ايه مثلا حاجة؟ نفسنا غير البلد تمشي تبقى زي الفل، احنا كلنا في سبيلة واحدة. حاجة مزعلاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شوية شوية بعض الحاجات. ربنا يكفينا شر الإرهاب والولاد يا رب، وانصره يا رب، ويجعل الكل وثبت له خطاه يا رب. يعني السيسي مزعلك في حاجة؟ إن ما نفسكش حاجة يعملها؟ إيه؟ على سوبر كل حاجة زي إيه مثلا؟ يا ترى يعملوا اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزينه.